السلام عليكم البنات. الفيديو ديال اليوم غادي نمشيو ديريكت لواحد الموضوع اللي ما فيه لا كريمات لا تبسيمة لا ضحكة، فيه غير قلب حزين ودموع في العينين وشي قد يدوي وشي قد ما يدويش. تو سامبلومون البنات، ان كود كولير من جهتي، وانا متيقنه مانيش الانسانه الوحيده اللي كتحس بهذا الاحساس اللي انا حسيت به البارح لحد على ود لا فيديو كنعمل فيها اليوم الاثنين، وكيف كنقول لكم لقطات كنسرقهم من الخدمه ديالي. في هذا الوجه اللي كتشوفوا فيه، غير على قبل باش الخدمه ديالي عملت شويه ديال كيف كنقولوا شويه ديال الصباغه باش نماسكي الحزن اللي على وجهي. هاد لا فيديو البنات اليوم والعيالات والرجال وكيف كنقولوا المسلمين ديال العالم كله. البارح مشيت نتقدى، كتعرفوا بين لي سونتر كوميرسيال محلولين، والبارح مشيت نتقدى، ماشي نتقدى بالعربيه كيف كنقولوا بالعربيه تعربت. البارح مشيت على قبل عندي مشكل ديال العينين، خاصني نصوب ميلونات. جات معايا بنتي وجات معايا بنت بنتي. بنت بنتي ما شاء الله غدا دير 13 عام لو 20 ديسمبر، ومشينا بثلاثه باش هكذا نشوفوا المشكل ديال النظاره ديالي. وشفت واحد المنظر في السونتر كوميرسيال اللي انا دخلت نتقدى منه وفي الحومه ديالي، وبقيت كنشوف، وقالت لي بنتي مي tu arrives pas choisir tu arrives pas apporter tes lunettes qu'est-ce qu'il y a كتشوفي في الناس وداكشي. قلت لها شوفي بنتي هزي عينيك، السونتر كوميرسيال البارح ما تلقيش فين تحطي رجليك. علاش؟ الناس كيوجدوا النوال، بقات النوال سيمانه. العرب اللي هما مسلمين وخوتنا مسلمين، لي شاريو اللي حنا كنعمروهم وكندفعوهم في وسط اوشون معمرينهم حتى ما بقاش لقاو فين يحطو. منهم صحاب الحياه، منهم المحتجبات، منهم المتبرجات بحالنا اللي كتسميوهم متبرجات. حلا ود حنا بالنسبه لكم متبرجات، بصح الله اللي كيعلم اشنو في القلب. كاينين شي حوايج اللي ما عندناش ونا با لو شوا خاصنا نديروهم ما دمت ما حناش في بلادنا. وهاد النداء ديالي اللي كنعمل فيه اليوم، تيقو بيا قلبي كيتقطع والدمعه في عينيا، جي با لو دووا دو بلوري باسكو غادي نمشي نكمل خدمتي حتى لويتوغ دو سوار. غادي تفهموا الهدف ديال هاد لا فيديو، علاش قلت لكم الحياه حتى لهنايا والحجاب والمتبرجات بحالي واللي كيسموهم حيت هما كيسميونا حنا متبرجات. نوال واش هو ديالنا ولا ديال الكور؟ واش حنا ملي كيكون عندنا شي عيد، انا ما غاديش نستف الاعياد ديال المسلمين، ما شاء الله كاينين. نقول غير على عيد الفطر، عيد الاضحى، عيد المولد النبوي، عيد وعيد وعيد وعيد، ما كيعطيوهش لينا. تخدمي ولا قلتي ليه بين ما عندي واحد العيد وما يمكنش ليا نجي وداكشي، تيتحيد لك من السول ديالك ولا كيتحيد من الكونجي ديالك. واللي تقول ليا سي با فري ما نتيقهاش، على ود 35 عام باش خاويه بلادي، و35 عام وانا كنعيد في الخدمه ديالي بورتون قديمه معاهم. علاش؟ على ود حتى واحد ما كيعطاف بالدين ديالنا، وحنا كنوضو كنمشيو نتقداو في نوال ديالهم، كنديبونسيو الملايين الملايين كيتحرقوا في هاد النوال. وخلي لي طابل اللي كيتحطو، خلي الفواغرا، خلي لي زويتر، خلي لي كروفات، خلي ملي كتوجدي طبله بحال هادي ما كنظنش كتحطي فيها كاس ديال الماء. فهمتوني علاش بغيت كندوي؟ وكنساو خوتنا المسلمين اللي في العراق، اللي في سوريا، اللي عبر العالم، تيموتوا كل دقيقه، تيموتوا كل ساعه، تيموتوا كل نهار، تيموتوا خوتنا المسلمين عبر العالم. وحنايا غادي نتحاسبوا غدا قدام الله على اللي شفنا ودرنا راسنا ما شفناش، على اللي سمعنا وعملنا نفسنا ما سمعناش، على اللي كندويو وسدينا فمنا
درنا راسنا ما كندويوش. انا اللي قديت اليوم نعطيه كنعطيه صوتي، تحدو ديروا دي فيديو تكلموا على هاد الناس اللي كيموتوا كل نهار، كيموتوا كل دقيقه. الام كتدفن في سوريا في ولدها، وكيجيبوا ليها الولد الثاني كيقولوا ليها دفني حتى هو مات. الام اللي كتدفن في بنتها وتيجيو كيقولوا ليها دار طاحت لك على بنتك وراها باقا حيه كتنفس بصح ما قديناش نجبدوها. علاش ما تمشوش تحطوا دوك الفلوس تعاونوا بهم الدول وحدين اخرين؟ غادي تقولوا لي انا والله ما نخرج من الجمعه للجمعه من داري الا ما حطيت الفلوس ديال المعاونه، ماشي من جيتي انايا. الله يخلف على كرشي وما ولدات ليا، ملي كنكون خارجه كيقولوا لي حطي فلوس الصدقه، عاد مش كنخرج مع الباب. على ود كنسى، خاصني نهز الصوات، خاصني نهز هادي، خاصني نهز هادي. ومع ذلك تنقول لولدي، كنقول له ولدي راه كنعمل شي حوايج اللي انت ما كتسيقش لهم الخبار وما نبغيكش تسيق لهم الخبار، كنعمل الواجب ديالي. وانا نتفك علاش عملت لكم هاد لا فيديو وانا تنتقطع. تفكرت الوالد ديالي الله يرحمه كان كيقول لي جاهدي بدراعك، كنقول له ما نقدش كيقول لي جاهدي بمالك، كنقول له اللي ما يقدش كيقول لي جاهدي بصوتك. وانا اليوم كنقول لكم جاهدوا بصوتكم. ملي كتوقع عندهم هما شي حاجه في شي بلاد، كتشوفيها في لا تيلي، كتشوفيها في الواتساب، كتشوفيها في كل شيء، في لي جورنو، في لي ماغازين، كتشوفيها في كل شيء. وتخيلوا كنموتوا، المسلمين كيموتوا عبر العالم كل دقيقه كيموتوا، وانتم يا معمرين المغازات وكتحتفلوا بنوال المسلمين، كتحتفلوا بنوال، وحنا يا هما ما على بالهم لا بعيدنا لا بديننا لا يديك لا يخليك. بالعكس ملي كتقولي ليه عربي مسلمه ولا عربيه كيطلع فوك وكيهبط فك، وما غاديش تقولوا لي عاد جيت. انا بنتي عندها 32 عام زايده هنايا، انا عندي 35 عام في هاد باش خويت المغرب، ما غاديش نقول 35 عام باش خويت المغرب. دوك الفلوس الله يخليكم اللي غادي تمشوا تخسروهم على القشاوش اللي ماشي نوال ديالنا، وعلى الحوايج اللي هو ماشي عيدنا. فهموا لوليداتكم وفهموا لنفوسكم، راه حنا غير فوتوكوبي في وسط هاد الناس. حنا مالينا حتى حاجه في هاد الاعياد، كتنوضوا كتسافروا وكتقطعوا لي بيي وكتخلصوا لي صواغي، وما كتقولوش بين ما خصنا نعاونوا خوتنا المسلمين اللي كيموتوا كيف قلت لكم كل دقيقه. وكنشوفوا داكشي وكنسمعوا داكشي وكننزابيو فلا كان في البورطابل في التلفازه كنبدلوا الاذاعه. يعني انا ما كنقولش كلشي، جاب الله والحمد لله وكنحمد عليها الله وكنشكرها اللي كاينين الناس اللي باقين كيتحركوا كيدويو. وكاينين لي سواغي قالوا لي انا هنا عندنا دي سواغي في باغي، ما نقولش لكم الثمن ديالهم، قالوا لي بان ما عندنا دي سواغي هنايا. انا بغيت نقول لكم داكشي اللي غادي تخسروه هنايا، كاينين سبيطارات عندنا في المغرب الناس ما لاقياش حتى فين تولد، عاونوهم. كاينين مستشفى يعني بلايص فين خاص الانسان يدق غير البره ما كيلقاهاش. كاينين شي بلايص اللي الناس مساكن في الجوامع كيدخلوا، الجامع كاين والطواليطات ما كاينينش، حاشاكم. ساهموا في داكشي عاونوا فيه. على ود سيدنا الله ينصرو اللي انا كنحييه من هذا المنبر وتنقول ليه يعني تبارك الله والصلاة على النبي، على هذاك السيد، على اللي هاز وعلى اللي مسكين باقي هاز. وماشي كنقولها على ود كنجاملو، لا، انا ديما تنقول لهم ملي ما سطوش باز ليه، شتي ملي ما تسطاش يعني في مع دوك الناس باز ليه. الوغ انا كنعيط لخوتنا المغاربه، كنعيط لاخواننا المسلمين عبر العالم، داكشي اللي غادي تخسروه هنا في لي بواط دونوي، وغادي تخسروه في القشيوشات لولادكم. حاجه كتكون كتسوى ان اورو كيبيعوها لكم ب 10 اورو، علاش؟ على ود عيدهم همايا، نتوما اش دخلكم؟ ومحتاجبات وراجل باللحيه ودافعين الشاريو، مازال عملناها حنايا، حنا منعتين فينا بزاف ديال الحوايج. ولكن كيف قلت لكم القلب اللي عالم به الله سبحانه وتعالى،
هما انا في الخدمه ديالي تنقول لهم لو جور اللي ناخذ فيه لا روتريت ديالي، لو جور اللي غتلاقوني في الزنقه وما تعرفونيش. فوالا لو كود كولير ديالي ديال اليوم. ما غاديش نعجب الناس كل شيء، ولكن تقطعت وبكيت البارح وما عملت والو، ما خديت لنداده ولا والو، دخلت لداري وكنقول لكم حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، حسبي الله ونعم الوكيل فيكم، الا قديتوا تعملوا شي حاجه وسديتوا عليها عينيكم. شتي المال اللي عطاكم الله يعني القوه اللي عطاها لك الله والصحه اللي عطاها لك الله، واش انت في خبارك راك غير كتمتحن بها؟ الله سبحانه وتعالى كيعطيك باش يمتحنك، شنو غادي دير بدوك الفلوس وغتسال عليهم غدا قدام يوم القيامه؟ قول له راني مشيت للشونزيليزي حطيت وحطيت، قول له راني مشيت للطيزاغوس خلصت الحوايج بالثمن الغالي لولادي، غادي نتخلصوا عليهم وغادي نتحاسبوا على هذا الشيء، كل شيء اللي حنا عملنا ومغمضين عينينا وكناكلوا وكنشربوا وخوتنا كيموتوا في العالم كله، الام كتقطع الراجل كيموت، البنت قطعت ليها يدها، الام مشاو ليها نضادرها. يعني انا جو كومباري غير نضادري البارح، شوف بدا كينقص اليوم، بقيت كنقول انسان اللي ما بقى عنده والو، واتقوا الله في نفوسكم غادي تحاسبوا على هذا الشيء غدا قدام يوم القيامه. وتنقول لكم وكنعاودها، حسبي الله ونعم الوكيل في اللي قد يعمل شي حاجه وسكت عليها وغادي تحاسبوا على هذا الشيء. والسلام عليكم، والله يسمح لي وليكم ويغفر لي وليكم. السلام عليكم.